السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المعلم المبتكر، معكم تيتشر منى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم بكل شيء جديد. اليوم هنتكلم عن مادة الرياضيات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول الدرس الثاني. درسنا اليوم بتكلم عن القيمة المنزلية ضمن الألوف. فكرة الدرس أقرأ الأعداد ضمن الألوف وأكتبها وأحدد القيم المنزلية للأرقام فيها. عندي هنا المفردات، المفردات الرقم، القيمة المنزلية، الصيغة القياسية، الصيغة التحليلية، الصيغة اللفظية. نيجي هنا نقرأ في الدرس. أستعد. طول الشارع الظاهر في الصورة 1813 مترا. طيب الرقم، الرقم بيرمز لإيش؟ في كتابة الأعداد استعملنا الأرقام 1 3 8 في كتابة العدد رقم كام؟ 1813. والقيمة المنزلية للرقم في العدد هي القيمة التي يأخذها بحسب موقعه في ذلك العدد. الثلاثة بسميها أحاد، الواحد بسميها إيش؟ عشرات. الثمانية مئات، الواحد هذا ألوف. طيب تعال اليوم بدنا نقرأ كيف نعلم الطفل يقرأ الأرقام. هل ينفع يبدأ من الأحاد؟ يعني يقول هنا ثلاثة يبدأ بالأحاد؟ لا، دايما أنا بعود الطفل يقرأ من آخر رقم. يلا هنا إيش؟ ألف، صح؟ الألف كم؟ صفر ثلاثة. يبقى هنبدأ بألف وثمانمائة وثلاثة عشر، يبقى 1813. أوكي؟ طيب تعالوا نقرأ برضو مثال هنا يلا نقرأ. 1000 وإيش؟ ما في في المئات حاجة، صفر. 1080، يبقى 1080. طيب تعالوا هنا نقرأ برضو. 1000 نبدأ من هنا من الألوف. 1204، 1204. طيب خلينا ندي مثال للقراءة، ندي أمثلة كيف نعلم الطفل يقرأ الأرقام الكبيرة. يلا نبدأ بآخر رقم. آخر رقم عندي إيش؟ خمسة. خمسة إيش؟ 5000 في ناحية الألوف، في منزلة الألوف. 5732، يبقى 5732. طيب نيجي هنا نعلم الطفل، نبدأ من آخر رقم. 6. 6 في منزلة إيش؟ الألوف، صح ولا لا؟ يبقى نقول 6000، 6500، لأنه 5 في منزلة المئات، و573. شفتي كيف بقرئ الطفل؟ ببدأ من آخر رقم. 6 في منزلة إيش هنقول له؟ هيقول لي في منزلة الألوف، يبقى 6000، والخمسة في منزلة إيش؟ المئات، يبقى 6500. نبدأ بالأحاد. 3 و72، نبدأ بالأحاد كده، أحاد بعدين عشرات. يبقى أول حاجة ببدأ بمنزلة الألوف، بعدين المئات، بعدين الأحاد، بعدين العشرات. تاني 6573، 5732. طيب تعال اليوم بدنا نقرأ كيف نعلم الطفل يقرأ الأرقام. هل ينفع يبدأ من الأحاد؟ يعني يقول هنا ثلاثة يبدأ بالأحاد؟ لا، دايما أنا بعود الطفل يقرأ من آخر رقم. يلا هنا إيش؟ ألف، صح؟ الألف كم؟ صفر ثلاثة. يبقى هنبدأ بألف وثمانمائة وثلاثة عشر، يبقى 1813. أوكي؟ طيب تعالوا نقرأ برضو مثال هنا يلا نقرأ.
ألف وإيش؟ ما في المئات حاجة، صفر. 1080، يبقى 1080. طيب تعالي هنا نقرأ برضو. ألف، ألف، نبدأ من هنا من الألوف. 1204، 1204. طيب خلينا ندي مثال للقراءة، ندي أمثلة كيف نعلم الطفل يقرأ الأرقام الكبيرة. يلا نبدأ بآخر رقم. آخر رقم عندي إيش؟ 5. 5 إيش؟ 5000، في ناحية الألوف، في منزلة الألوف. 5732، يبقى 5732. طيب نيجي هنا نعلم الطفل، نبدأ من آخر رقم 6. 6 في منزلة إيش؟ الألوف، صح ولا لا؟ يبقى نقول 6000، 6500، لأنه 5 في منزلة المئات، و573. شفتي كيف بقرئ الطفل؟ ببدأ من آخر رقم 6. 6 في منزلة إيش هنقول له؟ هيقول لي في منزلة الألوف، يبقى 6000، والخمسة في منزلة إيش؟ المئات، يبقى 6500. 6000 وإيش؟ وخمسمية وإيش؟ ثلاثة، نبدأ بالأحاد، 73. 32، نبدأ بالأحاد كده، أحاد بعدين عشرات. يبقى أول حاجة ببدأ بمنزلة الألوف، بعدين المئات، بعدين الأحاد، بعدين العشرات. تاني 6573، 5732. مثال: أحدد القيمة المنزلية، أحدد اسم المنزلة للرقم الذي تحته خط. تعال نشوف اللي تحته خط، يبقى هنا أحاد، عشرات، مئات، ألوف. يبقى اسم المنزلة إيش هنا؟ ألوف. اسم المنزلة ألوف. ثم أكتب القيمة المنزلية للرقم اللي تحته، القيمة المنزلية للرقم لذلك الرقم. يبقى هنا عندي واحد، أنزل الواحد زي ما هو، أشوف كم رقم قدام الواحد. 1 2 3، أحط 3 أصفار، هذه بالنسبة للقيمة المنزلية. يبقى هنا بقول لك أحدد اسم المنزل. إيش اسم المنزل هنا؟ ألوف. أحد، عشرات، مئات، ألوف. هو حاطط تحت خط، تحت إيش؟ الألوف، تحت الواحد، يبقى هنكتب إيش؟ ألوف. طيب إيش القيمة المنزلية؟ القيمة المنزلية، أكتب القيمة المنزلية، هنكتب 1 وجنبيها 3 أصفار. الثلاثة برمز له للأحد، والواحد للعشرات، والثمانية للمئات، والواحد للألوف. يبقى هنا يقع الرقم 1 في منزلة إيش؟ الألوف، وقيمته المنزلية هي 1000. طيب تعالوا نأخذ مثال ونحل مثال. بسم الله. في عندي هنا أحدد اسم المنزلة، منزلة الرقم الذي تحته خط. يلا ها، عندي هنا الصفر اللي تحته خط. أوكي، هكتب مجموعة أسئلة ونجاوب عليها. يبقى بقول لك أحدد اسم المنزلة. يلا هنا أحد، عشرات، أنا أول حاجة بنظر اللي تحته خط. يلا أحد، عشرات، مئات، يبقى هكتب هنا إيش؟ مئات، مئات. أوكي طيب، ثم أكتب قيمته المنزلية. أول حاجة لما أكتب قيمته المنزلية أنزل الرقم اللي تحته خط. إيش الرقم اللي تحته خط؟ 8، أنزلها 8. أعد الرقم، أعد الأرقام اللي قدامها. يلا كم رقم قدام الثمانية؟ 1 2، يبقى أحط 0، صارت 800 في منزلة إيش؟ المئات. تعال ناخذ هذه، يلا اللي تحته خط. أوكي، أحدد اسم المنزلة. يلا أحد، عشرات، مئات،
ألوف، يبقى هذه منزلة إيش؟ ألوف، يبقى هكتب هنا ألوف ألوف. خلاص. طيب أبغى إيش؟ ثم أكتب قيمته المنزلية. أول حاجة اللي تحته خط إيش الرقم اللي تحته خط؟ 2، أكتب 2. أوكي كتبنا 2، نشوف قدام الاثنين كم رقم؟ 1 2 3، يبقى كم رقم؟ 3، يبقى حط 3 أصفار، 1 2 3، صارت إيش؟ 2000. طيب نيجي لهذه المسألة اللي تحته خط أحد عشرات، يبقى هكتب هنا عشرات عشرات. طيب كم قيمته المنزلية هنا الرقم؟ 0. خلاص كتبنا 0، ينفع خلاص مدام 0 1، خلاص ما يحتاج ان انا اقول قدام الصفر كم رقم واحط 0، خلاص هي قيمة الصفر 0. اوكي طيب ناخذ مثال ثاني. هذه ايش اللي تحت خط احد، يبقى اكتب كده احد، بس انزل ايش الرقم اللي تحته خط 8. في قدامه رقم؟ ما في، يبقى خلاص هكتفي، ما في اصفار، يبقى 8، يبقى 8 احد. ها ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذه السؤال. نيجي ندخل للسؤال الثاني. اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات تحت وان شاء الله راح اجاوب عليها. طيب السؤال الثاني، ايش عندي السؤال الثاني؟ اكتب كل من العددين الاتيين بالصيغة القياسية. هندخل بالصيغة القياسية، تعالوا ناخذ مثال 6 + 50 + 800، يبقى هنا 6 + 50 + 800، انا بدي اكتبها بالصيغة القياسية. كيف اكتبها بالصيغة القياسية؟ اول حاجة بنظر عليها اخر رقم، بكتب اخر رقم اهو 800، هذه 800. طيب هنا 50، بعدين بنظر للي قدامها 50، ال50 كم صفر هنا؟ 0 1. يلا عدوا معايا، 0 ببدأ من هنا من اليمين، 0 هذا الصفر، يبقى انا هكتب 5 بدل الصفر، هذه اهو 5، كتبنا 5. ال6 هنا في الايش؟ في الاحاد، يبقى خلاص بكتب 6 هنا مكان الصفر هذا اهو، ونمسح الصفر هذا، خلاص صارت ايش؟ 856. يبقى 6 + 50 + 800 يعطينا 856. ناخذ مثال ثاني، 8 + 70 + 600 + 4000. 8 + 70 + 600 + 4000، باخذ اخر رقم، اخر رقم 4000، يلا بكتبها هنا لتحت 4000، 4000 صفر صفر صفر، 3 اصفار. طيب هنا 600 كم صفر؟ 0. ابدا من اليمين، هذا صفر، بعد من هنا 1 2، يبقى احط الصفر مكان الستة مكان هذه الصفر هنا اهو. طيب هنا ايش بنظر للي قبليها؟ يلا 70، ايش هنا؟ 70 كم صفر لل70؟ 0 1، هذا 0 1، وهنا 7، احط هنا 7 اه، شايفين؟ اخر رقم 8، يبقى احط الثمانية مكان الصفر هذا، صارت ايش؟ 4678. ها سهلة ولا صعبة؟ اوكي طيب نيجي ناخذ مثال ثاني لين تستوعبوها، هذا لسه في القياسية. طيب ناخذ مثال ثاني عشان توضح الصورة، 1 + 20 + 3000. آخر رقم وشو عندك؟ آخر رقم 3000، يبقى هكتب 3000 الأول، 3000، كتبنا 3000. نيجي لهنا، هنا كام؟ 20، صح ولا لأ؟ كم صفر للعشرون فيها؟ عندها 0 1، خلاص ابدأي باليمين عدي، هذا صفر، يبقى أكتب الاثنين هنا. ينفع أكتب الاثنين هنا؟ ما ينفع، ليش؟ هتصير 200، أنا أبغى 20، يبقى هكتب الصفر الاثنين هنا أها،
صارت 20 كده، والواحد أنزل الواحد مكان الصفر هذا، صارت 3021. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا هذه النقطة. طيب نيجي لنقطة ثانية. أنا لما يكتب لي هنا 1604، يلا نمسك للطفل واحد واحد نفهم له إياها. ألف، نبدأ بالألف. ألف، الألف كم صفر؟ ثلاثة. يبقى هنكتب ألف، أي واحد وثلاث أصفار، شايفين كيف؟ ألف وستمائة. ستمائة، المية كم صفر فيها؟ صفرين، أنا أبغى ستمية. الستمية صفرين، يبقى هنا هذا صفر وهذا صفر، يبقى صفرين. أحط الستة هنا مكان الصفر هذا. خلاص. وأربعة، أحط الأربعة وين؟ مين الشاطر اللي يحكي لي؟ أحط الأربعة وين؟ أحط الأربعة هنا ولا هنا؟ لو حطينا الأربعة هنا صارت 40، لا أحط الأربعة هنا. وأربعة يبقى مكان الصفر هنا. أها، يبقى 1604. طيب ناخذ مثال ثاني. أنا ماشي معكم خطوة بخطوة. لازم الواحد يستوعب مرة واثنين وثلاثة ويتحلوا مسائل كثيرة بحيث ان انتوا تستفيدوا. عندي ثمانية آلاف وسبع مئة وستون. أول حاجة 8000، الألف كم صفر؟ ثلاثة. ثمانية، أكتب على طول 8000، واحد اثنين ثلاثة، كتبنا 8000. وإيش؟ وسبعمائة، المية كم صفر؟ صفرين. وسبعمائة أنا أبغى هذا الصفرين، هذا واحد اثنين، يبقى حط السبعة هنا. حطينا السبعة هنا، سبعمائة. وستون، أحط الستون هنا ولا هنا الستون؟ لا هنا. ليش هتصير ستون؟ لو هنا هتصير ستة، أنا أبغى وستون. أها وستون، يبقى 8000، 8760. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا معايا. أكتب كل من الأعداد الأتية بالصيغة القياسية، هذه كلها في القياسية، في القياسية. طيب طيب نيجي نشرح. اكتب كل من العددين، خلصنا اللي هي الصيغة القياسية. اكتب كل من الأعداد الآتية بالصيغتين، التحليلية واللفظية. ناخذ مثال، يلا 3 5 7 3، هنا عندك 0 3 2 5، وفي عندك 9 0 9 9. أبغى صيغة تحليلية، يلا نبدأ بالتحليلية. أول حاجة ببدأها مع الطالب في التحليلية، باخد الرقم الأول 5، يبقى أول حاجة بكتب 5 زائد، أنزل الرقم الثاني 7 7، أشوف قدام السبعة كم رقم؟ واحد، يبقى أحط 0 زائد، أنزل الرقم 3، أكتب 3، كم رقم قدام الثلاثة؟ 1 2، يبقى أحط 0 1 2. ها هذه التحليلية. طيب تعال نحل هذه، يلا حلوها معايا. يلا هبدأ بإيش؟ بالرقم الأول 0، يلا اكتب 0 زائد، ناخد الرقم الثاني 3، كم رقم قدام الثلاثة؟ 1، يبقى أحط 0 زائد، ناخد الرقم 2، كم رقم قدام الاثنين؟ 1 2، أحط 0 0 0 زائد، نزل 5، كم رقم قدام الخمسة؟ 3 1 2 3، يبقى أحط 3 أصفار
برافو عليكم. يلا هذه المسألة هذا أبدأ بأول رقم 9. يلا أبدأ بالتسعة. 9 زائد في قدام التسعة هذا ما فيها، يبقى ما رح نحط أصفار، ننزل التسعة زي ما هي. زائد 0 زائد ننزل الصفر زي ما هي. ما ينفع أقول حط صفرين، لا صفر واحد يكتفي، نكتفي به. يلا زائد أنزل التسعة، كم رقم قدام التسعة؟ 1 2، يبقى حط صفرين. زائد ننزل التسعة الأخيرة، كم رقم قدام التسعة؟ 1 2 3، يبقى 3 أصفار. 1 2 3. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا التحليلية. أكتب كل من الأعداد الآتية بالصيغة التحليلية، هذه بالنسبة للتحليلية. نأخذ آخر جزئية اللفظية. طيب عندي هنا 4 3 2 1، أبغى أكتبها بالصيغة اللفظية. يبقى أول حاجة ببدأ إيش؟ ألف. ببدأ دايما في قراءة العدد ببدأ من آخر رقم، مو من أول رقم من الأحد، لا ببدأ من هنا. يبقى أول حاجة أول رقم إيش؟ ألف. يلا هنكتب ألف صيغة اللفظية. ألف، كتبنا الألف. الألف كم صفر؟ 3 أصفار. أهو 1 2 3، أهو 3 أرقام قدامه. ألف وإيش؟ ومئتان. 200 كم صفر؟ 0، اللي هي مكان الأربعة والثلاثة. ومئتان، ومئتان وإيش؟ ومئتين وأربعة وثلاثون. وأربعة ومئتان وأربعة، أربعة وإيش؟ وثلاثون. وثلاثون، خلاص. يبقى 1234. طيب تعالوا ناخذ برضو مثال ثاني. الحين المسألة هذه ثانية بالنسبة اللي هي اللفظية طبعا. يلا هنبدأ في آخر رقم، هذه إيش؟ 3000. يبقى هنكتب هنا 3000. 3000 وإيش؟ 700. و700 وكام؟ 65. و65. أها، 3765. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا اللفظية. وهذا كان درسنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استوعبتوا معايا إن شاء الله وفهمتوا الدرس. نراكم في درس ثاني إن شاء الله بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تيتشر منى المعلم المبتكر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.